تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً قال ناشروها إنها لسيدة ليبية تعمل في ورشة لصيانة السيارات هي الأولى من نوعها في ليبيا. ويتضمن المنشور الذي تم تداوله على نطاق واسع 3 صور لسيدة تصلح السيارات، وجاء في التعليق المرافق: هل تخيلتم أن تلتقوا يوماً فتاة ليبية تعمل في ورشة لصيانة سيارات؟ الأمر أصبح حقيقة، أول ورشة نسائية في البلاد. حظيت الصور بعشرات المشاركات ومئات التعليقات، منها ما يستنكر عمل النساء في هذا المجال، ومنها ما يسخر من قدرة النساء على القيام بهذه المهمة. لكن هذا الادعاء غير صحيح، وصور السيدة لا تمت بصلة لليبيا، فالصورة تعود في الحقيقة لشابة عراقية اسمها ميسون، افتتحت منذ 3 سنوات ورشة لصيانة السيارات في شرق العاصمة بغداد، ونقلت قصة هذه الشابة مواقع محلية وعربية عدة، كما ظهرت في مقابلات تلفزيونية.